صباح الخير. عم نسمع هاليومين انه عم تبلش تتحضر الامور مشان نروح على ترشيد الدعم وعلى البطاقة مدري شو تبع الشحيدة، وانه بدها تتوزع على 700,000 او 800,000، ومين بيحدد مين بياخذ بطاقة ومين لا، وشو هي الكاركترستيك للشخص اللي بده ياخذ بطاقة والشخص اللي ما بده ياخذها. وطلع حسان دياب على قطر يشحد على اسمنا وقال شو راح قدم السي في تبعه انه بده يشتغل، انه هو ذكي كثير، يعني انه هو عايز ومنه مستفيد من الضريبية وعايز شغل، يا حرام وبالعلامة قدم السي في تبعه. لكن حسان اسمعني منيح، يمكن انت جديد على الطبقة السياسية، بس نحن منا جديد على محاربتها وعلى مناهضتها للطبقة السياسية. منعرف أفلامها ومنعرف إنه هيدا اللي عم تعمله فيلم. نحن ما بدنا البطاقة تبع الذل. أنا عايز، نعم بفضلكم، بفضل الطبقة السياسية اللي صرت حضرتك منها، أنا عايز، بس أنا ما بدي أشحد. أنا من حقي أعيش وآكل وأشرب وأتنقل وألبس بكرامة. أنا عمري 50 سنة، من بعد ما اشتغلت وتبهدلت وتبحشت 30 سنة جاي انت تزلني؟ بعدين كيف بدك توزع هيدي البطاقة؟ بدك تروح عند السياسيين وعند زعماء الطوايف؟ انا بدك تبعتني انزل عند جبران باسيل او عند ميشيل عون؟ لك ان شاء الله عند مين ما كان، ان شاء الله عند ابن اختي ما بدي اروح. بتقلي شو الحل؟ انا بقول لك شو الحل. الحل انه تفكوا عن ربنا، هيدا هو الحل. وقرطتوا لنا كل تعبنا وجايين هلا تشحدونا الاكل والبنزين ببطاقات؟ وقفوا بالصف لشوف، يلا قرب لشوف، قرب. انت مين؟ مع اي حزب؟ اوكي خذ هي بطاقة. انت شو منك محزبه؟ يلا صحت. لا فشرته. انت امبارح جيت يا حسان، بس انت منتمي لهيدي الطبقه السياسيه اللي هي مسؤوله عن الفشل اللي فيه، بتقوم بتزيح انت وياهم وخلصت نط على السطر. لا ما في بطاقات تموينيه، بطاقات الذل لا. بدل ما توقف الدعم روح تبوط الحدود. هلا صرنا نعرف ليش هو التهريب. التهريب مش بس للمصاري وللمافيوز ولتطليع المال الاسود. التهريب تيعطيكم حجه تشيلوا الدعم وتزمتوا بالمصريات اللي قرطتوها. نعم، ما انتوا اللي فاتحين التهريب. مين يعني ضابط الحدود؟ انا. اللي بيضبط وبيسيطر على حدود كلها سوا امنيا ما بيقدر يوقف لي سترنان مزوت. مشحونة يعني حيش تاكلوا بعقولنا حلاوه. بتتفضلوا بتطلعوا بتسخروا اجهزه الدوله كلها سوا تتوقفوا التهريب من مزوت لبنزين لطحين لدواء لشو ما كان لبلوط احمر. والدعم بضل ماشي على الشعب المغلوب على امره اللي قرطتوا له مصرياته ومعاشاته. من هلا تنشوف شو بدنا نعمل فيكم بالانتخابات، والا الناس رح تطلع تنهشكم عايشين بسنانها وانا اول واحد. شيلوا الدعم تنشوف.